عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناه وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الجميله سمارة يحيى وهي بتنزل فيديو ليها من السويد مره تانية عن رحلتها اللي هي كانت عملتها قبل كده، وبتتكلم عن جمالها دائما والروح الجميله اللي كانت هي عايشه فيها. كانت ما بين إيجابية وسلبية ليها، إن الناس بتقول لها مكانك المناسب أميرة في وسط مملكة الأميرات، وآخرين بيقول لها ربنا يحفظك ويحميك من عيون الحاسدين والحاقدين، وآخرين بيلوموا عليها وبينتقدوها وبيقولوا لها عمرة وراحة العمرة باللي انت عملتيه. كانت طبعا التعليقات الإيجابية أكتر، وده حال الدنيا، مفيش شخص في الدنيا كلها اللي خلقها ربنا بيتفق عليه الناس جميعا، يعني لازم كل شخص فيه الناس اللي بتحبه والناس اللي بتهاجمه. ربنا يوفقنا جميعا، وفقها في حياتها مع أبو جبل يا رب العالمين، ورزقهم بالذرية الصالحة هم وكل المشتاقين، اللهم آمين. أشوف حضراتكم على ألف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.